وصلنا معكم لفقرة على سفر. فقرة على سفر اليوم معنا عبر الهاتف إحدى نساء بلادي المؤثرات والمتفردات في مجالات تهم الاقتصاد السوداني وكمال الإنتاج الزراعي ومؤسسات التعليم. لها دور كبير في تطوير الإنتاج الزراعي من خلال البحث العلمي وكمان في جميع محاور إصلاح العملية الزراعية في مجال الإرشاد الزراعي. عشان نتعرف عليها أكثر سعيدين تكون معنا عبر الهاتف دكتور سحر صالح عميد كلية العلوم الزراعية جامعة الجزيرة. أهلا وصباح الخير عليك. صباح النور، صباح الورد، صباح الخير عليكم ومرحب بكم وشكرا لكم للاستضافة. الله يديك العافية. بداية كده كل سنة وانت طيبة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وكمان بمناسبة شهر مارس. وانتم طيبين ونساء بلادي كلهم بخير وكل نساء العالم كمان، مش أنا نساء بلادي ونساء العالم وكل كنداكات بلادي واللي هم موجودين في كل المواقع، كلهم كل سنة هم طيبين، كل سنة هم بأحسن حال. ربي يديك الصحة والعافية. بداية دكتورة سحر، يعني دارين نتعرف على المشاريع كلية العلوم الزراعية بالتحديد في جامعة الجزيرة. تماما. أنا عاوز أبدأ أول شيء، أنا عميد كلية العلوم الزراعية اللي هي من أقدم الكليات أو في حقيقة من أول أربع كليات في جامعة الجزيرة. تأسست سنة 75. أنا بعتبرها من الكليات الرائدة في السودان. بالنسبة لسؤالك، هي دورة كبير في المقام الأول الأكاديمي والبحث زي ما أنت ذكرته. نحن كلية بتمنح درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من أول الدفعة في تأسيس جامعة الجزيرة سنة 75 إلى وقتنا الحالي. تخرجوا منها كما ذكرت كل الدرجات العلمية، إذا كان بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه. وعندها دور كبير في البحث العلمي، بالإضافة للدور اللي هو النابع من فلسفة جامعة الجزيرة نفسها في خدمة المجتمع. ده دور مهم جدا قامت به الكلية في المجتمع اللي هي محيطة به أو الموجودة فيه، وحسب موقعها في منطقة الجزيرة هي منطقة زراعية في المقام الأول، كان عندها دور كبير إذا كان عبر بسيطة، إذا كان عبر خريجينا، إذا كان عبر تدريب، عبر خدمات تقدم لهذا المجتمع الزراعي في المقام الأول. أنا بعتبر كانت كلية رائدة من أول يوم في إنشائها إلى وقتنا الحالي. نعم. طيب دكتورة سحر، يعني نحن حاليا يعني في وضع اقتصادي صعب جدا، يعني الحل الأنسب يعني من وجهة نظر الكل إنه الزراعة، فكيف نحن نقدر نعزز مفهوم الزراعة يعني بحيث إنها تكون على كل ولايات السودان المختلفة، ما تكون مثلا فقط على مشروع الجزيرة؟ طبعا أنا دائما بقول ومن قناعاتي الشخصية يمكن الراكزة حلنا في الاقتصاد السوداني هو الزراعة. لحاجة بسيطة جدا، إنه نحن ربنا حبانا بتنوع مناخي واسع جدا في من أطراف السودان لأطرافه، وتوسع وتنوع في نوعية التربة، في نوعية المناخ، في التفاوت في كمية الأمطار، في الأنهار المختلفة، ودي بما أظن تخفى على أي اقتصادي على الأقل. فنحن مخرجنا الزراعة، لكن ده بيتطلب مننا انه ننتبه للمعلومه دي اولا، ننتبه لانه الزراعه هي المخرج الاساسي باعتبار انه نحن ارض منتجه، فده بيتاتى لو انا اتغطى الموضوع ده على الكليه، انه نحن لازم نخرج كادر زراعي يقدر يستثمر الموضوع ده ونخرج من النفقه. اكيد الموضوع صحيح. فكره الزراعه في السودان موضوع مشاكله كثيره، مفترض تحل واحده نحط ايدنا عليها عشان نقدر الزراعه تقوم بالدور ده. لكن طيب، المعلومه المؤكده نعم، ان الزراعه هي المخرج للاقتصاد السوداني، ونحن القافلين على المعلومه دي نعم. طيب ذكرت يا دكتوره سحر يعني قبل شويه انه في مشاكل عديده، يعني من ضمن المشاكل دي ممكن تكون شنو؟ اول شيء المشاكل بترتبط بالشعب السوداني ذاته في نظرته للزراعه في الوقت الحالي. يعني الان كليه الزراعه من الكليات يعني للاسف القبول لها ما عاوز اقول متدني لكن نسبه بسيطه، الاقبال عليها بمقارنه بكليات ثانيه. فهو ده الكادر انا هخرج، انا هتكلم في الجانب الاكاديمي. البحوث لازم تكون بحوث موجهه وتخصصيه لكل حته عشان انا احل المشاكل بتاعت الزراعه. فيها مشاكل تقنيه، فيها مشاكل، احنا متاخرين جدا الان. الزراعه
في العالم كله متقدمه واحنا متاخرين، يمكن للنظره دي النظره بتاعت انه احنا ما منتبهين يعني. في الجانب الاكاديمي انا لازم يكون عندي نظره جيده للشخص اللي بخش زراعه، لازم يكون عندي انا ذاتي ككليه اخرج طالب يقدر يوظف نفسه خارجيا. نعم. يعني انا ما عاوز اخرج الزراعه اللي عاوز يمشي يقول لي في المكاتب، عاوز اخرج الزراعه الزمان المفتش النظر بتنظر له نظره كويسه بيأدي اداء كويس، الحاجات دي كلها اختفت. بالاضافه للدوله، الدوله عندها دور، مفترض ان احنا في مدخلات الانتاج اكيد ما عاوز اتكلم كثير اكيد. نعم. طيب في مساحه اخيره دكتوره سحر، يعني انتم حاليا طارحين مشاريع، الهدف منها شنو وهل معاكم شركاء في المشاريع دي؟ ايوه، احنا عندنا تجربه رائده عمرها زي 150 يوم في شراكه ذكيه مع شركه الكلثوم. انا قبل قلت واحده من اهداف الجامعه او فلسفه الجامعه واللي بتنبع منها فلسفه الكليه نفسها خدمه المجتمع. أكيد. فعقدنا شراكه ذكيه مع شركه الكلثوم، هم شركه انا اعتبر من شركه رائده ونحن كلية رائدة، فكانت بيناتنا شراكة ذكية في أنه نقدم تقنيات حديثة ننقلها للمجتمع عبر يوم كان يوم حقلي حاشد جدا. كان الأساس فيها أنه نجرب زراعة محاصيل مختلفة من الخضر في أراضي طينية عبر الري بالطنجيط. لأول مرة الري بالطنجيط في مناطق بعيدة الزراعة أثبت نجاحه في الأراضي الخفيفة، لكن جربنا أنه يكون في الأراضي الطينية. جربنا زراعة محاصيل ممكن نحن نقول نادرة، هي كانت ميلي 5-7 محاصيل، طماطم، الفلفلية، الباذنجان، زرعنا حتى الفراولة، حتى الملفوف. ما شاء الله تبارك الله، كانت جدا واعدة جدا يعني ما شاء الله. كانت الشراكة دي ادعم اليوم حقلي، دعينا فيه كل المزارعين عشان ننقل التجربة دي. زي ما قلنا احنا دورنا نقل الثقانة والإرشاد. الكلية قامت بدورها في الجانب ده بطريقة ممتازة، ونحن حتى كجهة علمية ممكن نكون الجهة الناقضة بموضوعية لهذه الشركات في إدخال التقنيات دي. لازم أنا بشوف إنه كل الشركات دي عشان تكون لازم أكيد تكون أكيد يا دكتورة سحر، يعني ما شاء الله يعني أنتم دوركم عظيم جدا، وإن شاء الله يعني ربنا يوفقكم ويسهل عليكم ودائما موفقين. شكرا لك يا دكتورة سحر صالح، عميد كلية العلوم الزراعية جامعة الجزيرة، شكرا لك ويوم موفق عليك. اللهم آمين، وأنا شاكرة لكم ويومكم أخضر إن شاء الله. الله يسعدك يا رب. الله يسلمك.